شكرا ليك كابتن ميدو. هنا من طبعا استاد برج العرب وعقب وقائع المؤتمر الصحفي، معي في هذه اللحظات الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كابتن حسام، يعني يعجز اللسان عن وصف الكلمات اللي تقال في هذه اللحظات. انجاز تاريخي، لسه المباراه النهائيه، لكن في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ الكره المصريه الاهلي عمل مباراتين على مستوى عالمي، 2012 تحت قيادتك امام الترجي، والنهارده سداسيه امام النجم في 2017. احساسك ايه في اللحظات دي، وشفت المباراتين دول او المباراه تحديدا ازاي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وحضرتك؟ طبعا في البدايه انا بنعي شهداء الوطن طبعا في البدايه، واكيد بحمد ربنا النهارده على الفوز، اكيد فوز مهم جدا. اولا تحياتي طبعا الناس في الاستوديو ميدو، مش عارف مين ضيوفه يعني، فاكيد فوز مهم جدا النهارده، والاهم ان هو بيصل بينا الى النهائي، خطوه مهمه جدا. وانا بقول احنا النهارده كنا بنلعب فريق، طبعا فريق نجم، فريق مميز، ويمكن يعني المباراه اللي فاتت اعتقد يعني كان في سوء توفيق وكان في بعض الاخطاء. الحمد لله يمكن اللعيبه ورغبتها، برغم ان في صعوبات كثيره جدا في المباراه دي، غيابات عندنا وفي ناس بتلعب في مراكز مش مراكزها، لكن رغبه اللعيبه وفي نفس الوقت تحضيرنا للمباراه الحمد لله كان بشكل جيد، اخذنا بكل الاسباب، وكان عندي ثقه كبيره جدا في الفوز، لكن اكيد مش بالكم دوت او مش بالعدد ده، لكن كان عندي ثقه كبيره جدا في الله وفي اللعيبه ان احنا هنفوز النهارده. لكن بحمد ربنا طبعا يمكن نتيجه اصرار اللعيبه، وقبل ده كله طبعا وجود جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي طبعا كان ليها عامل كبير جدا النهارده، حضورها كان عامل ايجابي في صالحنا. وانا قلت ان في المؤتمر امبارح قلت حضور الجماهير هيبقى عامل ايجابي لصالحنا بشكل كبير جدا، لان هم فعلا الوقود بالنسبه لنا، وشفنا دورهم النهارده كان ايجابي، بالاضافه طبعا لرغبه اللعيبه وتحضيرنا للمباراه وتوفيق ربنا طبعا قبل الكلام ده كله، فبحمد ربنا وخطوه كبيره وهنبتدي نفكر في النهائي بقى ان شاء الله. واضح ان كان في دوافع وعوامل نفسيه كتير حضرتك اشتغلت عليها، وحتى بعد مباراه الرجاء في الدوري سالنا حضرتك كتير على مباراه النجم، حضرتك قلت لي بتسالوا كتير على المباراه ما تقلقوش، لا ان شاء الله جاهزين، وما تقلقوش ما تسالوش على الغيابات، لا الفرقه جاهزه، لا كان في ثقه وفي شغل كتير حضرتك محضره، وفي دوافع حضرتك اشتغلت عليها لمباراه النهارده، بدليل انك بتجيب ثلاثه وبتكمل لسته وكان ممكن توصل لسبعه وثمانين. اكيد طبعا انا في يعني لازم برضو اشكر اللاعبين على رغبتهم وادائهم النهارده، وزي ما انا بقول ده طبعا كله بمجهودهم، احنا طبعا هي بتبقى منظومه وكلنا بنجتهد مع بعض، لكن رغبه اللعيبه طبعا والتزامهم النهارده، ويمكن زي ما قلت في المؤتمر يعني انا سعيد طبعا بالنتيجه، لكن برضو مش مبسوط للهدفين اللي جم، لان في بعض الاحيان الاهداف دي ممكن تبقى الموضوع مختلف شويه، فتبقى في صعوبه، لان بحب طبعا يبقى في التزام وفي تركيز طول فترة المباراة، وده اللي انا حذرت بين الشوطين، قلت لابد ما يبقاش في تراخي، هدف تاني هيقتل المباراة، لكن الحمد لله برضو بتوجيهاتنا وإصرار اللعيبة شفنا هدف وأكثر من هدف الحمد لله، فبحمد ربنا على الفوز ووصلنا النهائي، هنبتدي نفكر في النهائي. تحية كبيرة لجماهير النادي الأهلي، واقول الحمد لله ان احنا اسعدنا النهارده المصريين بصفه عامه وجماهير النادي بصفه خاصه، لان احنا كنا طبعا ال 48 ساعه اللي فاتوا كنا عندنا حاله حزن، فالحمد لله النهارده الحمد لله. ازارك كابتن حسام وليد ازارو، انا اتكلمت اكثر من مره، وفي ناس كتير كانت مستعجله، وفي ناس كانت بتنقد، وفي ناس بتقول لي انت صابر عليه ليه، فمش عاوز اقول بقى ان يعني انتوا اصبروا علينا شويه وادونا فرصه ان احنا نشتغل، لان مش معنى ان انا ببقى مقتنع بحاجه وبنفذها وقت ما هتحصل هبتدي انتقد الاخرين، لا 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 لا، يعني حتى في بعض القنوات ناس يعني انتقدتنا كتير، لكن انا ما دام عندي ايمان بحاجه وعندي يعني تقدير لحاجه معينه بحمد ربنا ان رايي في الاخر بيطلع الصح، واكيد طبعا وانا سعيد بوليد وسعيد بكل الموجودين، وشفنا النهارده عماد، وفي نفس الوقت كل اللعيبه بشكرهم، لكن في بعض يعني رامي النهارده بيلعب في غير مكانه، غيابات كبيره جدا، فبشكر اللعيبه كلها وبحمد ربنا. اخر سؤال، الماتش الوداد يعني الوقت ضيق جدا حتى الاتحاد الافريقي زمانه في الاخر الاجنده بطولات الافريقيه، غريبه طبعا يعني الفرق ما بين السيمي فاينل والفاينل طبعا يعني حاجه غريبه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله هنستعد ان شاء الله ونحضر نفسنا، وان شاء الله باذن الله نبقى موفقين باذن الله، والجماهير معانا باذن
الله وتبقى دافع تاني لينا باذن الله. صالح جمعه، حسام عاشور، يعني بس كل ده بدري. لا حسام عاشور، لا حسام عاشور بعيد طبعا، لكن كل التانيين دول ان شاء الله. وبيرجع لنا برضه، بيرجع لنا احمد فتحي مهم، والحمد لله النتيجه ساعدتنا النهارده. ما غامرش بعبد الله، فعبد الله كان سليم 100%، وعوده وليد، فالحمد لله الاوراق موجوده ان شاء الله، بس نبقى موفقين في اللي جاي. مبروك كابتن حسام، والتوفيق يا رب المباراه النهائيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا ده كان لقاء، ده كان لقاءنا مع كابتن حسام البدر، وزي ما انت شفت الكل سعيد ومبسوط بالانتصار ده. لكن عوده من جديد للاستوديو بعد فوز الاهلي على النجم الساحلي بالسداسيه والتاهل الى النهائي الافريقي امام الوداد المغربي.